بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. إخوان أخوات، السلام عليكم. الجولة ديالنا غتبدا مع هاد التقاطع الرومبا هذا ديال الشارع علال بن عبد الله والشارع ادريس الاول. غنمشيو مع الشارع علال بن عبد الله. كما كتلاحظوا معنا يا اخوان، هذا الشارع هذا حتى هو راه بحالو بحال شارع مراشيد، حتى هو عنده ديك المساحه في الوسط كبيره، واخد هذا الشجر هذا مساحه كبيره. لاحظوا معايا، في حين انه كون حيدوه غادي يتزاد الصف هنا ديال السيارات كدي والصف كيجي. لاحظوا معايا يا اخوان، الشجر هذا وانتم لاحظوا وتقولوا واش بغاو يجيو يقصوه ولا يقادوه ولا. شوفوا ده خارج مع الطريق وهابط لتحت، يعني حتى الراجلين ما عندهمش فين يمشيو. لاحظوا هادشي اللي كنخافوا منه من ناحيه الشجر اللي كيزرعوا، راه خص الاهتمام، خاص الاهتمام والمتابعه. لاحظوا يا اخوان، شوف الشجر كيمدلي في الطريق، وشوفوا كيمدلي في بلاصه الرصيف، بلاصه الراجلي. اصلا بلاصه الراجلي ما مصاوبينهاش، ما مسلم لا جليج لا بيطون لا والو، اطراب يعني. هاد الشارع هذا هاملين، حتى الاناره، حتى الاناره عباد الله راه مدرقه بالشجر. يا راه فوسط فوسط الشجر هنايا، انت ما كتبانش شفتوها، يعني بالليل هنا مظلم. هاد الشجر هذا وتقول واش بغاو يجيو يقادوه ولا يشوفوا من حالو. هاد الشارع يا اخوان مكرفس، وكيعرف واحد الاهمال والتهميش. كنتمنى من السلطات يجيو يباليو تبات الشارع هذا علال بن عبد الله. و راه كيهبط هذا الشارع حتى للبحر، كيدوز على محمد بن شريف. هنا هما قادو هنا هاد البلاصة هاديك قادوها. هاد الشارع هذا ولا زوين، كنتمنى وصلوا حتى لراس تماك وحبسوا، كانوا يهبطوا معاه تيمشيو حتى لشارع محمد بن شريف اللي هو علال بن عبد الله. لاحظوا معايا يا اخوان، الشارع ولا جميل انيق وراقي. ما شاء الله ما شاء الله، اصلاح زين الاخوان. ونعرجوا على شارع طارق بن زياد، شارع طارق بن زياد، باش نمشيو لشارع مولاي رشيد. شوفوا الاشغال اللي خلينا هذاك النهار صافي ختموها في الشطر الاخير. شوفوا فين كي ولات الدنيا تم. نذكركم يا اخوان، دابا حنا في جو في شارع طارق بن زياد. هنا الكميات ديال الشارج اللي بغا شي كاميو هو موجود، خصهم يديرو لهم شي بلاصة تا هادو. خصهم يديرو لهم شي بلاصة. حيت كاينين هنا الديبوات، داكشي علاش جاو الكاميات تبلاصاو هنا.
هنا داك الديور اللي كانوا حيدوهم اللي كانوا جاوا في الطريق، كانوا شي وحدين هنا عشوائيين. دابا غنعرجوا على شارع مولاي رشيد من هاد النقطة هادي، كنتمناو هنا يديروا الرومبا ما بين طريق بن زياد وشارع مولاي رشيد. بسم الله، شوفوا سيدي شارع مولاي رشيد دابا اشغال النهائية ديالو من الرومبا ديال طريق بن زياد حتى الرومبا ديال مولاي رشيد، شارع مولاي رشيد. كما كتلاحظوا الاخوان الشارع اصبح جميل، دابا خصهم يديروا لي ضوء طالع، وخاص المحلات التجاريه تحافظ وتحترم الملك العام. هذاك الشيء ديال تبقى تحطو في الراسي فالا خوان راه ما معناش طونسيون. الله يجازيكم بخير، خليو بلاصة الراسي في الراجلين حر ليبر، راه لا يعقل واحد غادي على رجلو في الراسي يبقى طالع نازل طالع نازل. بسببكم نتوما عندكم المحلات ديالكم، حطوا في المحلات ديالكم. باش نتفاهموا كان راه ماشي صوبوا لكم هذاك ممر الراجلين يوسعوا لكم باش تحطوا فيه بحال لا تيراس. بالكون عندكم دابا نتوما تغديتوا بحال البالكون، اللي عنده شي كرسي اللي عنده شي حاجه مخرجها فيه. أولين اللي مكلفين بالإنارة جيبوا الله يجازيكم الإنارة ديال الراجلين ديال الرصيف، حطوا لنا إنارة ديال الرصيف تخلصتوا فيها وحطوها الله يجازيكم بخير. ركبوهم طونسيون دينا غوب القبش، داكشي ديال التغوفيل ما عندنا ما نديرو به، حطوا لنا الإنارة ديال الرصيف. هذا يا اخوان الشارع اخيرا الله يلا اخيرا انت راه اصلاح شي حاجه زينه، رجعت الروح في هذا الشارع هذا يا اخوان. غادي يولي تبارك الله شارع رئيسي في تماره من بعد الحسن الثاني، شارع الحسن الثاني. جميل جميل. طريطوار تا تا هما شاطو لكم اجيو ديهم قبل ما يجيو يديو لكم. راه شي سلعه اخرى تما شيطه يديوها، سلعه مكركمه كتعرفوش تجيبو داكشي بالحساب، راه ما خاصنا والو. نبقاو مفاهمين يا اخويا. دابا حنا في التقاطع الرومبان ديال شارع محمد الخامس، واحد القضية هنا فكرتيني، غادي نشوفو الناس اللي قالك راه من بعد عاد غادي يديرو الفراش الاخر وغادي يجي ممر الراجلين طالع. غنشوفو شوفوا انتم ما داروا فراش الاخر ياك، هذا دابا هذا طالع عاد هذا هابط هذا جابوه لاصق هذا، لاحظوا معايا شوفوا شوف هلا هنا دابا هو كمل تزفت هنا. واش غادي تطلع الكروسه هذه ديال شي واحد مسكين عنده كروسه اعاقه، واش تطلع فتطلع هذه؟ وعليكم السلام. نعم سيدي. موتر جيم. جيم؟ موتر جيم يترجم. لا لا ما عرفتش.
إذن يا إخوان، البلاصة فين تطلعوا ديال الولوجيات، الولوجيات راه طالعين. الولوجيات يا إخوان راه طالعين، ما جابوهوش لاصقين. يعني دابا ما عندنا ما فينا طريق، راه خصنا نهبطوا طريطوارات باش نتفاهموا. هبطوا طريطوارات وخليوا الناس مساكن اللي عندهم إعاقة ولا عندهم ناس كبار، راه ما يقدروش يطلعوا في داك الطريطوار. لاحظوا هنايا، لاحظوا هنايا يا اخوان، ها انتم لاحظوا هذه، هاي اخرى، هاي طالعه، شفتوها؟ هاي هذه اللي هنا، شفتوها؟ شفتوها كي هابطة؟ شوفوا هذه، ها لاحظوا هذه، شفتوها؟ هذه خدمة، هذه الطريطوار خصهم يزيدوا يهبطوا. الطريطوار خصو يهبط بعد ما فينيتو. دابا درتو الطبقة الأخرى د الزفت وهبطو، داكشي باش يجيو الولوجيات تجي سهلة. انتم لاحظوا هنا يا اخوان، لاحظوا حتى هنايا، لاحظوا هادي دابا كي غايدين هنايا مول الكروسة، هاد الطلعة شتي شحال طالعة. هادي هاي هابطة شوية، هادي جابوها شي شوية لاصقة شوية، ومع ذلك راه خصها تكون مواطية، ما خصهاش تكون بحال هاكا. هما باقي خدامين هنا يا اخوان، ناس خدامة. ناس خدامة. هما يا اخوان هنا دابا كيفيريو الشطر الاخر، الجهه اللي كتطلع من شارع الحسن الثاني، هما خدامين عليها. هما خدامين الاخوان عليها. الولوجيات، الولوجيات يا اخوان، هو مسؤولين الولوجيات، راه ما عندكم هذاك الشيء ما بقاش. باش نتفاهمو، يا اخويا كما كتشوفو، هما خدامي تيفيني. خدامي كيفيني في الجهة الثانية. إذا يا اخوانا شفنا شارع ولي عبد شارع علي بن عبد الله، وزلنا على طريق بن زياد، وختمناها في شارع مولاي رشيد. إلى هنا أترككم في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.